بمصر قديش هلا حتكوني عم تفكري بهذا الموضوع؟ انا ما موقفه تفكير ولا دقيقه. انا من امبارح كاتبه لهم على الفيسبوك انا مش عارفه اغني بكره ازاي. يعني فعلا مش عارفه. يعني يا ربي المود والناس والموسيقى ويعني يساعدوني، لانه انا مش عارفه اقول لك لحد فين الموضوع قريب، وانا ساكنه في وسط البلد. انا حتى ما عنديش رفاهيه اللي عند بقيه المصريين ان اعمل نفسي مش واخده بالي. ميدان التحرير ده تحت بيتي، والناس اللي في التحرير دول طول الوقت يعني انا معاهم، هم معايا. ومن سنه وشويه ما بقاش في حاجه اسمها شأن شخصي. يعني كلنا فجاه بقينا بنفكر في نفس الحاجه طول الوقت. يعني كل ما بقاش عندنا احلام شخصيه اني مور، يعني كلنا بلا استثناء عندنا حاجه واحده بنفكر، ميكانيزم الدفاع عن حياتنا الفتره اللي جايه ازاي. وخلاص القطر طلع من المحطه ومش هيقدر يرجع تاني، ولازم يوصل لمحل احنا عايزينه وعارفين انه الثمن كبير. ما بين الاغاني الفولكلور اللي هي من كل حته في مصر، من الصعيد ومن اسكندريه ومن بورسعيد، وجزء الثاني هو اغاني اتكتبت لي جديد. هم مش اغاني كتير، حوالي اغنيتين او ثلاثه، بيحققوا بالنسبه لي نفس الفكره اللي انا عشانها غنيت الفولكلور. فحبيت ان انا اضمهم للباقه بتاعت الريبرتوار بتاعي واغنيهم اغاني الفولكلور. Oh.
مش كتير يعني بتيجي فرصة انه وانا في بيروت اقدم حفلة في مكان معني بان هو يقدم مزيكا يعني عنده او بيشتغل على انه يقدم للارتيست امكانيات فيجوال وصوت تسمح له بانه هو يطلع بصورة جيدة عشان مزيكته ما تتظلمش. يعني بقدر جدا انه كل يعني كل الاماكن اللي بتحاول تخلق من 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 مكانها الصغير مساحة للارتيست اللي قدم موسيقى, بس كمان انت مش كل يوم عندك ستيج مجهزة وناس معنية بالموسيقى وفاهمة الموضوع ماشي ازاي, فبيدوك الامكانيات اللي انت محتاجها تقنيا عشان تظهر باحسن صوره. وده كان سر يعني سعادتي بجمهوريه الموسيقى المستقله يعني. وبالاكيد يعني كمان انه هو مطرح كمان هالقد العالم فيهم يكونوا قراب لك, بس كمان انت عندك امكانيات ستيج الكبيره. مظبوط, هذا السر الوصفه السحريه بالضبط.